الساعات هاي وكل انواع الجادجتس اللي بتنلبس على الايد او بتنلبس على البطن او بتنلبس على الصدر اللي بتعدلك بتخليك تشوف الهارت ريت تبعك وبتخليك تشوف الخطوات تبعتك وبتشوف المجهود وبتحسب لك المجهود. هل هاي اكيوريت؟ هل هاي دقيقه 100%؟ لا مش دقيقه 100%. بتساعدك انك تشوف انه والله انا عمالي بعمل مجهود. بس مثلا خليني احكي لكم على الساعه اللي انا لابسها، وهاي من الساعات المحترمه يعني. اذا انا عم بحرك بهاي الايد بتحسب كل شيء، بترفع الهارت ريت وبتحسب كل شيء. بس اذا انا مثلا واقف بعمل تمرين اللي هو الستيرز الدرج وماسك بايدي مش عمالي بحرك ايدي هيك، بتكون معطيتني انه والله الهارت ريت تبعك دقات القلب 82 و85، كاني قاعد على شو اسمه على الكرسي هون، وانا فعليا بيكون دقات القلب عندي عاليه حاسس فيها. فهي مش اكيوريت، ممكن تكون شوي اكيوريت وانت عمالك بتمشي او انت نايم، لانك ما عمالك تتحرك بتكون ثابت، فهي بتكون بتحسب لك مثلا انه النوم تبعك والله كان كويس او مش كويس. بس هل هي بتساعد؟ سايكولوجيا بتساعدك، سايكولوجيا راح تساعدك انك انت مثلا تلتزم انه والله يصير اذا انت شابكها مع باقي العيله، والله ان انا اليوم عملت حرقت هالقد سعرات حراريه، قديش انتم حرقتوا. بعرف ناس كثير عاملينها مثلا مع العيله تبعتهم او مع اصحابه، فهاي بتخليك بتساعدك انك انت تتحرك اكثر وانك تتمرن اكثر. بس ما تعتبر انها هاي شيء دقيق كامل، وادق وحده منهم يعني ادق شوي من الباقي، اللي هي بتنلبس على الصدر من هون اسمها البولر، وبتنحط بالضبط جنب القلب، فهاي بتكون تقريبا ادق وحده في هدول. بس هل هم كلهم دقيقين؟ مش كتير دقيقين، وما يعني ما تنهوس كتير في هذا الموضوع.